بتاريخ عريض على صعيد المشاركة في نهائيات البطولة لا يملكه غيره من المنافسين. يستعد النادي الأهلي للمشاركة في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من الرابع من شهر فبراير المقبل وحتى 11 منه. وأقيمت قرعة البطولة مساء اليوم الثلاثاء وأسفرت عن وقوع الأهلي في مواجهة نظيره فريق الدحيل القطري في مستهل مشواره في البطولة العالمية، ويتأهل الفائز منهما لمواجهة بطل أوروبا العملاق بايرن ميونخ الألماني في مباراة الدور قبل النهائي للمونديال. ويشارك الأهلي في النسخة المرتقبة من البطولة بوصفه بطلا للقارة السمراء بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال إفريقيا للموسم 2019-2020، وذلك للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على غريمه التقليدي في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة 2-1، وذلك بعد مشوار حافل ومميز على مدار البطولة الأطول في تاريخ أبطال إفريقيا. ويشارك الأهلي في نسخة البطولة المقبلة للمرة السادسة في تاريخه متفوقا على كل الأندية العالمية باستثناء فريق أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، والذي لا يوجد أساسا مرشح غيره عن قارة أوقيانوسيا في كل عام. ويملك الأهلي تاريخا كبيرا في نهائيات بطولة كأس العالم للأندية، حيث شارك من قبل في 5 نسخ، وكان أفضل ظهور له في نسخة 2006 والتي أقيمت في اليابان، وحقق خلالها الفريق الميدالية البرونزية تحت قيادة الساحر البرتغالي مانويل جوزي المدير الفني للأهلي في تلك الفترة. جاء الظهور الأول للأهلي في نهائيات كأس العالم للأندية في عام 2005، وبعدها شارك في نسخ البطولة في أعوام 2006، 2008 و2012، بينما شهدت بطولة كأس العالم للأندية بالمغرب في عام 2013 آخر مشاركة للمارد الأحمر في مونديال الأندية، وبعدها غاب عدة سنوات قبل أن يعود مجددا عملاق القارة إلى البطولة العالمية الأكبر على صعيد الأندية. وتشهد نسخة قطر 2021 من كأس العالم للأندية مشاركة عدد من أبرز الأندية أبطال قارات العالم، ومنهم بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، تيغريس أونال المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والكونكاكاف، وألسان هيونداي بطل كوريا الجنوبية وقارة آسيا، والدحيل القطري الفريق صاحب الأرض وممثل البطولة. ويتبقى فقط بطل أمريكا الجنوبية لاكتمال عقد الفرق المتنافسة على لقب مونديال قطر للأندية.